بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، أهلا وسهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأدب. ضيف الأدب في هذه الحلقة يستضيف لكم الأديب والإعلامي محمد دمولاي واللالي والبابا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبتي وسهلا محمد، شرفتنا. مرحبا بك وسهلا. أولا مرحبتي بك وسهلا محمد مولاي. كل سؤال في بداية كل حلقة، من هو محمد مولاي والعلي والباب؟ تكلمنا عن راسك. أولا شاكرك أنت أستاذ ميدان. شكرا على الاستضافة، ومن خلالك شاكر الوطنية إدارة وعمالا على هذا المجهود اللي بادرته القناة. والبيت دمعته بتجلى، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، أهلا وسهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأدب. ضيف الأدب في هذه الحلقة يستضيف لكم للمرة الثانية الأديب الكبير أحمد دو واللبنو. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبتي وسهلا أحمد دو، شرفنا حضورك في الحلقة الثانية من البرنامج. والله اللي مشرف يزدان صداقتك. وكانوا المشاهدين يتحروا ويسولوا عنها، كانوا قاعد يختاروا لا تعود تالب الحلقة. والله لك منعت وروح معينة جبناكم الحمد لله. كيف تعرف عيتنا بعد نقول هذا؟ والله مرحبتي بك السهل أحمد. غير بعد هذا كامل حصل فيه عني أنا، نختارهم دائما عدوا متوحشين. والله يا شاء الله اللي دائما ذاك من كهرة دائما يسولوني. كل كهرباء قد بي حتى يسولوني عن الحلقه. الحمد لله اللي الحمد لله طمنا ان جيتم. احنا هذه المره الماضيه ندعنا توقفنا عند البعد الرمزي في الغناء. والله الحلقه الاولى كنا في البعد الرمزي في الغناء، وكتكميل للموضوع لهنا فما هو كيف قلت تنوع اغراض بنص واحد. والله وفهم ولي البعد الرمزي. أولا ما شنو هو البعد الرمزي في الأدب الحسن؟ أولا أنا معتذر للمشاهدين عن 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 قد ظاهر لي شوي عني داخلني البرد ولا قاع ما عند حد في شيء، متفقد قاع مدلع لي ركاتي محمد الهضاء يقول فيه بالتلانة تقنفد نقعد ساعة والريح البرد 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 الريح 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 زين حتى بعد الأخال قولي ومتفقد أمالي بيات بيات العربي الفايت اللي قال للعربية اللي زاد هما فيهم البرد. على كل حال ها قال أغنى يغير بعد هذا، على كل حال مثلنا لهم شيبو شي قالوا التناص اللي يتوافقوا فيه الأخيلة أخيلة المغنيين وعلوا دباء. قال فما وجدوا أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاديث الرعاة وخيمة بنجد ولم يقدر لها ما تمنتي، لها أنة عند العشاء ولها أنة
عند العشاء وأنة سحيرا ولولا أنتها لجنتي. هذا بعض الأخبار التي بخرة. احنا وقفنا كيف قلت شدينا أخبار البعد الرمسي والبعد الرمسي عند ياسم الناس ما هم ماسي عنه قد يعود مجبور في الغناء ولدب كيف تعرف أنه كل حد عنده له فهم معين حسب أفهام الناس وحسب ثقافاتها وحسب مشاربها الأدبية يفهم هذا نص ويفهم يفهم ذاك من اللي فهمه آخر ويخلق فيه شيء من التجاري خلاف الفهم التجاري اللي معانا وذول أيام خالق وعياه وقاعد يظلموا الأدباء والله يفهموا لهم يحملوا كلمة والله والله نص كامل على غير محمل صحيح. وأنا بعد ليلة فقت طالعة نقول لها أنا من الأدب الخاص بعض من أدب الدار نقول أدب الدار هذا عدلناها أصلا أنا والمعلومة هاي من خالتي اختي قاعتو ومنين يرحمها نعدلوه في الدار وتو شيء يعود خاص يقد ينحك غير من اللي عايد نوع من الترف وتو في الفكري ضركاتي عندي طلعة قلت منين شاء طالي من الرير هو تعرف عن الحضارة هذه والتمدن عندهم ياسم الإيجابيات صحيح وهذا قاعد يقولوه العلم الاجتماع غير من اللي يجيبوا ياسم من السلبيات المدرة نعرفوها كانت الناس تبات في الحيوط مفتحة المراويح والأفوان وإلى مع الصباح الناس مطمئنة صح. ومن ساعة نشاط لي طلع فيها ياسم الشيشة وعادوا فيها الناس أهل الليل هذا وعادت الناس اللي ترقد ما هي مطمئنة حتى على تقفر لا سمعته قلت أنا كنت يا الصنقة يوقي بيك وسودا قاع بيا وفيك ياسر مش وفيك ياسر ما هو في اللي خاطيك من لم والاستقرار تفاك وكان النسيم يهب عليك من بحر الساحل شورك شاك سكي وماكي هدى عد أراعيك ما خاطي ما كهر وينضاك وارضي قيدي ذاك يغليك ما هو عني فرض خرداك سكي ومن يوم اللي شاك طاليك طريم ووقفت الأخلاق وغردك كان اللباش بيا وجاك الطين وجاو الصراك وعاد الطين اللباش غلاو وعاد الغرد اللباش رقاك هذا فيه بعد رمسية صحيح لكلنا أو كل رقاش يفهم قراءته في الخاصة و يغير بعد ناعت عن ليم متو هذا ناعت عن ليم من الأول ماتل حال اللي هو فهم الغرد اللي كان اللي يبيض عبارة عن الصفاء والنقاء والتمانوك والأمن اللي قلنا ركاتي والطين والله. عبارة عن تكدر تكدرت الأجواء والصفو وطياسر مشي ما هو اللي صحيح. هو اللي كان هذا من كيف قلت نص دائما يخلق غير شو تقول المتلقي اللي يعود النص فاهم وفهم ما هو اللي قال دراك أنا في القضية تعاني منها وحتى تم أدبك ياسر فيها أنا قاعد هي طلع مني قلت هيك ساعة إجبار تار واقيش فاهمينها فهم ما هو اللي قايل أنا وهذا هو الواسل أديب يارتو تم يعتن ولا هو بعد ما أنا أول شيء قالوا الراسي يارتو تم يعتن على معنى له يقوله ويخرص له عن يعود في حالات والله فهم يقد شارع شعور والله يخدش من حياة والله طايح محور يقعد قاع وبري قاع من ذا كامل قايله يقعد من اللي حسن النية فيها وهذا النوع من النصوص ما يقولوا على أن أزيان النص ذاك اللي عنده أكثر من قراءة ذاك قاع أنا من نفسي هو هوايتي ذاك أنت ما شاء الله أنا ركاتي نختاره لا هنا إذا إن شئت نزيدك منه والله والله يزيدنا منه ذيك الساعة منين نخلق أطالي اللي هو اللي بعطاك الشاهد أعطى شيء رامبل وتنقلات الناس حتى الطريق وغير من اللي ما يعشر قاع شيء عن وقته احنا هوكاتي تعرف الأمور لا ملسوهم ولا كبروهم عن قدهم ولا باقين الأخبار متعدل وذاك التنقلات اللي تعدل الناس الأخرى للدولة وعنها تلح عليها وشيء لا ما هو خالقنا لا نختار يجيب رواية يجيبها مولانته والله بكل كبير قاعد أول عطي والله قلت ذا قدروه
هو ما هات عاد قدروه، ما هات نقول له قدروه لعله يسمعها واحدة من النقاد، يغير نوع من سخريته. والله والله إذا قدروه تهكمته، إذا قدروه لا شيء حراش قام ومرة مرة يملاس ذا اللي خارج له من الحراش ما تنافع في التملاس. تملاس ما هي كلمة كلمتين بالنسبة للناس ما تعرفه خارج من الناس قاع ما تمشرح له. التملاس التملاس اللي نعد نقول إحنا عن يملسوا مسؤولين الروايات. والله والله. والتملاس اللي عدل بالدوسرات. قدروه. لا والله قدروه. طريق القوارب هذه سادجة طاعت ياسر بعدها قاع ما لحقت المرحلة اللي لحقتها. على عنها مثال وفيها عندي عنها ديفياس شو هنتين جوليات هنتين والله لا. أنا عاجبني اليوم الحمد لله. غير بعد عليك الحالة طالع عاد زين. الله. طلع قديم. قاموا يقشروه. اللي يقشروه إنه لازم الكشور قدروه الأول. والله. وذاك ما زين عند الناس. قلت طريقة ظهرها علامة. للساعة القوارب الأقلام. جفت عنها غير لا ما زالت تقشر عن العوا. الله يسك. انت ما شاء الله ذا النوع مثلاً من قد عنك كيف قلت كاتي عن 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 القير عن عن جنين لا يعود النص عنده اكثر من احاله والله ذاك وقع النص اكثر من بعد النص وفيه كيف انت ما شاء الله دب الصنقه قاع عندك ما شاء الله كامل ما انا لهين شو عن قدروه ما حضرنا كره والله عندك والله سمعتها مرات تنسب للوحده دار واقي اخرين واقي اخرين غير هي مولاها انت ونقطه بتحكيها للمسلم والله انا عندي والصنقه والصنقه ديك صالي عنده حكايات قصيره لا يكسا ما كنا في المدن كنا هناك شوط طيب زمن عن عندك القبلي اللي احنا فيه وهو الدار اللي شيناها قلت لك انها شهرة هي مقفوله صح جا واحده تحلاها تميت لي شاني راجل الطابق مثل ثم هو قاعد من البرير و جاك مرافد بكثير لا جايب قاع فكاتير ذاك الزر كامل عادة الديار اللي مجاورات بهم هما غداش عنا يوزعهم يعطوهم ل يوصوا عليهم يطرحوهم عند واحدة من الديار وتو قلت له شنو هو هو تعرف علينا قدر قاعد دليل عليك فكاتير هي والله هو هو قدر مدير علينا ما كنا فهمته هو أنا ما يرابطوا بشي سكتهم يتوه جاني قاهم مستة يقوم مقام طلعة والله طنقة ما صاع ما صاع عن هذا الماء والماء عادة لا تقطاع يمشي ماشي الحلم ويجون عاد وقاع فكاتير الظلم خارج القلم والله والله قط قط سمعت عمدة في الداخل من العمدة يستع عندي عنه في زيارة من زيارات الرؤساء اللي عدلوا مستطردها يغير عدل بعد رواية أمينة ما قلع الصنقة وقال الدشرة على عنا حنا حكات قاع نقولها الدشرة عدل بيها من نساميها عندنا والله لا يذهبها مستطردها تو يذهبها مستطردها النوع من التعاليق والله استوظيف الأدب التوفيق زين مهم اللي عنده معنى مما يعود عنده معنى تشدد دائم وقد حد ما اللي قاعد يقول شي من الأدب يعود سياسي ما أشرح حد حتى لا قاعد كيف يطلع على ديبة اللي والله عنده مشكلة والله والله الله هي عندنا إعلان ونرجع إن شاء الله له ظاهرة على الشاشة اهلا وسهلا الادب احمد مرحبا بك مرحبا بك مره اخرى عندنا كيف قلت الغنى فيه مواضيع فم شيء قالوا تموت ميت شنو تموت ميت في الغنى والله وهذا غرض هذا 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 غرض نبيل نبيل وياسر وعنده عنده المغنيين اللي غناوا فيه حتى وقالوا في ياسر مش زين لا نقولوا عنه هو قاع من ناحيه اللغه عن كلمه تموت ميت مثلا شي ضعيف زين كيف شرويطه تموت موت 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 من تيشيها بحالات تجي هذا عاد فيه استعاره واسقاط على الرجاج اللي الحق مرحله من 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 من, من الهيمان وعزت لكن اللي خايل وباط عاد عاد موتمتو زين حتى لكن اللي خايل عاد عاد موتمتو قبل عباره تموت موت والله قبل وحد قاع شاف طوق الحمامة اللي بن حزم في ياسر من 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 رواية تموت ميت وشرحهم كيف الحب والهيمان من رأي كان فهم تسمية للشعراء الشعر الفصيح كان فهم تسمية قلت لك أنا عندها ياسر من تبارك ومعها عندها ياسر من المرادفات كلها جابه هو بالترتيب كل هالشيء متمشي زين حتى سمعته والله لا اله الا الله عطونا شركه له فهم
محمد لا دبة لأن قبل طالع على محمد لا دبة زين حتى مثال هذا تمثيل صحيح. كنت يلي عبيك نبغيك ولا نبغي خاطيك هذا سيدي أول هدار هذا سيدي أول هدار لا بعد نشوفها مثلنا وقال قابلتك وبغيتك ومشيت في أخلاقك ورضيت التليت في أخلاقك ما بعت ولا طيت سارحة تميت بلا عار ما قلت واسي ما وسيت ما نقليته مسرة تنضار غنيت عليك ولا خليت دار نزلتيها والله دار قط خطيها ما غنيت عليها وهجارك ومرار اللي فضقا عليهم طبيت ما لتهيت في قلت الأخبار وكل نهار يفوت علي بالعيب والأخطأ وبتكرار الخاسر كانوا هي إحرار وفي إحرار هذا كانت ما هو ياسر في الناصر مزين والله الصبر وقيم قلت وسع الجنان أجنهم ما هو واسع حتى زيحت فما 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 الراجل اللي شاف امرأة زاد ما كان نخون عليه بعد اللي يدخلون عليه في شوخة اللي شاف امرأة ملحفتها ما تمتصحك حق ودرس ما فات ذاك وما فات ذاك غير اللي شيء عنده عبدان هو قد يشري لها ملحفة والله يشبه لها يغير رادوا عنها الدين والأخلاق والعفة والمحافظة والله هيك سمعت والرقيب الاجتماعي ومولانا قال وانا اللي نختار حرك يا نايم غير كون الخنط معرم حرك يا نايم غير كون الخنط معرم وانا اللي نختار الباس والشر الا راعي فيك ما قد يشيك زين حتى كيف نعم هي قلت لك انه كيف قلت ذا النوع من الاسلوب في الغزل كيف قلت انه كان ياسر والله يخلق فيه الصبر ويخلق فيه الضعف بعض كيف قلت والله لا 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 صاحب النص كيف هم اللي رقاش يعود عاطف على رقاش ولو عن بعد مذكور المن وما مل يقنديه حمان وقامولو يقطع بالزبل ما مترجح الدخان وعاد الروايه مديوله في الزبل وزبر قاع ما قادر يشوف الله يلسكي الله يلسكي فما طلعت سيدي اللي قلنا لك اللي مزوز جاء ليه مولاتها عندها ما تات بحالتها عنده والله يا ولدها والله سيدي كنت يا اللي نولي عبيك نبغيك ولا نبغي خاطيك ولا قلتي عني يحليك طاري شي فيك كذبتي مان الله والله صرتك ذيك مطارية كون زدتي عنك انت والكان مغليك مملي مازال سمعتي ودوري تم مملي فيك ما حدك حي لا قلتي عنك يا ريم اغلب الصح كنتي من عدتي اغلب كنتي من عدتي حح اسكي ما اغلب هارك انت هذا مملي زاد هو العتنة فهم طلعت الراجل اللي له وكح وقيس حومات اندر في رحلة شاقة حتى غير المهم عنده يسمع ذيك المرأة مش متداخلة بأخبار صرند زين حتى الله نبغي نركب من عند الدار جمال اللي راسه متحضر وننقبوك حتى هذا البحر نصيب العون نصيب العون ولعانة من جمل غد التعنبر يخليك سوء ومبرر قبل الفطانة عنده المحمد الأعمار يخليك سولان وسولانة والمهم قاع باطل الشقاف ويعيط للشيخ ورلاك ويتخاصم هو وفلانة وترخط صرندو يخلق هاك نزل صرندو وداغانة ذيك مداغية أمه اللي ساتية لا فيها نوع من التموتميت اللي ملاهي دور الرحلة اللي رافت من بعيد الله ما قاع يقدي عندها الحضر كاتب في إكس الله هذا يجرنا الحضور الجمل في الأدب الحساني زين حتى أحصل أنا بعد عدل عندي أمونة وجمل من شي الشوفان حسي الله اللي نجي لفريق ندر ميل في الليل ونركب فوق جمل ونجي لبعرض الليل والله فيه ذيك اللي فيها مطمك يا تستيرت ماركو والله هيك زين والله شفت هو أدب المراكب هذا من المواضيع اللي أنا قد عدلت عليها بحث ولا بعد نقبض إنه لما هو زاد هو لون أدبي زين واحتل مساحة كبيرة من اللغنة خاصة فما ملاحظة نختارنا أتكلم عليها قضية إنه دائما موجودة لا بقوالي لبوير ودائما بين جمل هو الحوار بين جمل
وصاحب القاف. هاي ملاحظة زينة. ما عرفت. أولا بعد قاع لوبير. لوبير موافق اللي قالوا الانكسار. زين والتمتميت اللي قلنا ضركاتي وصدق العاطفة وضعف رجاج الإنساني في ذاك الموقف اللي يخلق له. وفي نفس الوقت لوبير متقابل مع البياض قاع الله والبياض صرتك يا جم اللي ما تعا دون اللي بيهرامس صرتك يا مشيك ما يعض سنة الحمدين عادوا الصالو دباء ما هم واحد فذا فيهم اللي يعطف على مركوب والله وفيهم اللي الشحلي وقد فيه عنده بعد إنساني زين عن الرفق بالحيوان هو اللي يتواسى وفيهم واحدين ينساوياك وفيهم اللي يشكروا ينساوياك ياك يعود يعود الحساب باطل عاطفتهم والله كيف لك سمعته والله كيف قاف السيدة كانت القد صرتك يا جميل محمد دعب يغير قد يقود ما هو ما 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 هو ما ما هو ما هو من عداوته في الجمل غير من عز تأليه لحق ولاك اللي يبلغوا الغاية اللي دواء دائما صوتك يا جملي ما تعرضون اللي به هرامي صوتك يا مشاك ما يقض عن ناس الناف الحامي هو هذا كاتي قاع من يتخرص ذو الغيواني اللي هو القاف الله ينسي قاع في قوة الجمل والله ضعفه وظل الدلالي رجمل من فقده واستحنين ومعقود حنين وجمل معقود حنينو قافوا بابا جدو ذاك الاخر والله لا تطرح بيدك يا جمل ما هو يوم تروح ايده والله زين حد شفت قلت لك عنهم باطل عادوا الناس ما هم واحد المراكب واحد كيف اللي قلت انه في واحد فيه اللي يرفق على الجمل مثال على اللي شفت لحظه بالله العلي العظيم شفت بجاوي ماشي من ويش الظهر هذا ولد داهي ولد ساعه طلع عليه بشاوي ماشي من نويش الظهر يروح حواشي العويشه لما راح تشطياته الخراش هذا زاده زين وفيه نوع من الاشحاف غير بعد مولاه زاده ليبلغه غايته هدفه فما ذو المراكب لكل حد يوقف ويقول افتاري يسوى يرتكب الشوار بعد الخط وبوس قرار كيف قلت فما يعود مولي القاف يحيل إلى زاده مدح الجمل من رأسه والله زين ما يعطي حد من الدواب مركوب ومونك سالم العيوب يدب على التراب لك ونحمد أحمد سالم هذا أحال إلى 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 غيّف في المعطل غير جابوا في صيغة مدح غير مول اللي قاعد الجمل قاعد اللي ممدوح مولاه يقدر لا يعدل عليها رواية أخرى جاني من عندك الجمل وزوز الزينين يل بطل لم يرح بيبو يل طلعت ولد داهي والله نعرف جابت قاعد في الديوان فهم قاعد أحمد والميداح ما تقول الله عليه أزوزالي الحين زين عليه بيو التورس مزراتي من عنداتي اللي تمن زين رايح لبيو التورس وصل زين قاف أحمد المحنط حميد قال أنا والعقل هو ومولي قد يذكر ضمنيا يقدين قال ضمنيا به اللي معروف عن الرجال ما هو مروقش وهذا ذكر المركوب بما يدل عليه اللي هي الرحلة زي. اللي هو حميد قال أسوز قال أنا والعقل اليوم لي خسرنا من واطينا بدوير له الحامي قبل الساحل بطينا ما ذكر المركوب يعني هذا قاعد نوع من البلاغة معروف عنه ولا راكب يوم اللي لين يتعب المركوب الله يكبر كي يقول ذاك طاحت ثروت الأزغامية غير بقى عنها باللي والله هذاك الأكزين حتى ما طاحت تكون في قولة السير فلان نقيس وذا الزوان ذاك بعد الطريفة رهوة له لا تختير مسقري عنه كأنه وفهم جمل العميد محمد بن السيد إبراهيم اللي يقول إنه فاطن له إنه لا يقيس عليه فاطن لك غير يقيس عليك الليلة من أحمد العبيد والله وفهم لماذا الصياح حضور يا الوغرة لا صغرة ما هو هذا كاتي شفت هاي الوغرة لا صغرة زينة بهاللي هو القاع اللود وانكن بهاللي مولاه انسن زين الجمل اللي عنده انساني وخاطب وطاف عليه دائما الحوار بينه هو والله كيف اهل الله قابل الاخر انه يسميه قاع يسمي الجمل ما اذكره غير يسميه باسمه
كيف يقول الخروف عن الجريفي؟ هو شفت هو يعرف انه نقوله عن مركوب يقدر ينحذف وينعرف يذكر بما يدل عليه اللي هو الرحله. صار من هون ذاك جاي الاحمر الاكزين محمد محمد القذي ومن ما يروح الاحمر هون شفت هو اسمه كاع غير بطل حميد هنا ذاكر رحلته اي والله خارجين على وجه يصرحوا باسم اجمل لا يقولوا عنه هو ينقال له مره قد ما يذكر في عبد الحميد ويقد يذكر غير باسم الاسامي والله كيف وين قالوا المركوب والله هيك سمعتوا والله وين قال له سوزان وين قال له جمل كرزي كاع والله والله وصراط لك يعني عليه بغض النظر عن اسنانه الله. عن السن اللي هو اللاحق يسمى هذه صحيح وحتى المساحه كبيره في حتى المساحه كبيره لماذا ما ي... ما ما ولك الصيد احمد دراك كان اكثر هو والله لا 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 والله الدواب الاخرين تخيل بعد بالغنى والله الخيل في الغناء غير اكثر هو اكثر يعني بالحماس والفروسيه اللي مرتبطه بالحماس والفروسيه والحروب الحروب اكثر هي بغناء الادب الحروب والله والزينه يقعدوا هما اللي اكثر اللي قال الادب الاخر هو هو الادب العاطفي وسيفينه الصحراء هم اللي والله ولماذا الوتات الصقاعه ذكروا بعد مرات غير ما ما كثروا في الادب به اللي هو 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 تاكير كان قالوا سفينة الصحراء الله ومرتبط بحياة القوم حيثما كانوا اللي هو البدو هيك سمعتوا والاخرى جديدة طلعت طلعت مع التحضر طلعت طلعت الوتي غير ملي زاد هي اللي قابط نصيبها زاد هي من 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 من, من الادب لكن اللي عدل المركوب حيث هو ما كان استعرضنا قولوا لي من قد ذكرت قلت لي اخبار الدواب الاخرين طلع قلت لك في المقابله الماضيه اللي عقبت عاده مدح وهي غزل مولي قضيه طلعت ولعب الجليل لاحق للواسه في الشر لاحق الاخلاق لاحق الاخلاق لاحق للواسه في الشر لاحق الاخلاق ولا ضر المسلم لاحق الاخلاق لاحق للواسه في الشر لاحق الاخلاق ولا ضر المسلم عني نبغينا شبار مركوبي مرقنا للداء اجمل معلوم رانا في الخلاء بعد ذيك عود اذكار نبغيه وخارج من الاخبار اللي رنيت حقهم شر كيف تهيشي مثل البار راعي ذيك لا عاد تحك كافيني مركوب احمر قاع هو المحل الشاهد اللي نقول خالتي عن مهل الاحمر بعد العقب عاد عقب نزل هو فيه البار كلينا الله اللي عاد يلحقوا البليده والله عندنا فقره مقتربون ايوه احنا مولي عندنا مشاهدين في الخارج وعندنا مولي ضيوف في الخارج عندنا الحلقه الماضيه كان معنا احمد والشعبان من واشنطن وخير والليله معنا الاديب الكبير واول مره يظهر على الشاشه هو حبابه والمحمود من اسبانيا نتابع السلام عليكم ورحمة الله. الاسم الكامل حباب ولد محمود الحمادي. بعض من الناس يعرفني في صفحات التواصل الاجتماعي باسم حباب والله حباب. مقيم في إسبانيا منذ فترة طويلة خارج الوطن ومهتم بالجانب اللي ينقال بالأدب. عيت يقول في شيء ولا بعد الفاصل ذاك اللي منه زين وذاك اللي دون ذاك ما ذا اللي في نقول أنا بعد ما فات عاتقنا ونميل إلى اللي ينقال البكاء على الأطلال للغرض اللي ينقال البكاء على الأطلال وذاك ناتج عن الغربة وتوف ولا نحكي لكم طلعتين فيه وطلع من غرض التوجيه طلعت التوجيه تقول عض لسانك لا تشرح حد يسوى جابر فيه المقصد وتكلم في الموجب محد الكلام إلا موجب ساسر وقدر في التيتير وفي الرد وعود من الناس العساسة وتحفظ بالها واكمشي بكياسة وقعد بكياسة وتفقد ما أعرف عن شي ما يتواسل ما يتواسل طلع البكاء على الأطلال الطلع اللي تقول رفة الأخلاق على العريب وعلى تنيول رفة ويك والريش والقعيد وخنيق الرملة كامل متقادة ترفة ليه رقيق رقيق ومهد
وشخ وفرع وواد غير من يهوت الاشيم يدخلها من زر بلوجاد ما تبقى فاضلة من الحزين ما عادت موجود للتفقال. وطلع الأخيرة تقول أعرف أن حد اليوم مرق فيه شوه تخالي فبرق فوق الخط اللي قبل الشرق اللي من عنده تقسمات زرق الدبوس وشاف الرق اللي كان يبطن اياط فيه بان النقاع أزرق من دوام السبخة وخراط مخبوث الضاير وفرق بهم الوجد وحاط الحاط إذن يخلل وعاد ما قط تصنع بالتقسمات وعالم مولانا إذن زاد ترق الدنيا عن دبا. السلام عليكم. شكرا جزيلا للأديب الكبير حبابة المحمود من إسبانيا، وموجهين له تحية والمغتربين كامل الخارج. اهلا احمد دوف، عندك تعليق على والله هذا الأديب كبير ومن اهل الفيسبوك ولقط ظهر على انا بيدي فيسبوك جديد عليه اول مره اخباري في حوته هو معروف غير بعد هو جبرته راكاتي حكم لا كيف نعرفه نعرف زين عندي بساطة هو بعد قال لي اظهر في هذا كاتب من الخارج وبساطة اديب ومن ادباء يالت مؤدو بسطاء بهم اللي يعرفوا معنى الحياه زين وش قال الى عدو في الغربه هذا اللي قال زين حتى به اللي فيه بعد قال الفاضل الحسانية اللي حد ساكن إصبان صحيح مش عند خيام الله قد تناسى عند ياسر هو له سنوات الهيل هو له سنوات قاعد كذي زال محتفظ بالموع بالموع جمع والله الحساني الأصيل فهم كلمات زينات وفهم معاني زينين وفهم من اللي تشوق ظاهر عنه يعيش غربة ملاها مسكون مسكون له الأرض زين أكثر مسكون بله هو شفت من اللي شيء من البرق هو في صبان بناس من الديار اللي مولاهم قاعد يدخل مرقب السحامة ويشوف شيء مولاك البرق عاد مولي فيه نوع من التشوق إله قال محمد للطلبة جيميته سرى يخبط الظلماء من بطن تيريس إلي لدبري بيرة لم يتعرش وراني استسمح بعض ضيوفك اللي عاوشوك هوناتي في هذه بريبيرة لعل تعود قدو اختيار يستبدلوها بلد أخر على كل حال أنا بعد مسلم عليه وعايش معاه مشاطر هاي المشاعر والعواطف والله لا هو أديب كبير وأول مرة يظهر على الشاشة شاشة التلفزيون قال عنه مغني والله أحمد وعندنا شيء شو الناس تسميه توارد الخواطر شو الناس تسميه ترجمة اللي هو تناص بين الأدب الحساني والشعر الفصيح شفت هو الغريب فيه لا ترجمة قاع أنا قط عدت عليه أم اللي زادوا عدت عليه مقال طويل شوي في التسعينات سميته توافق الأخيلة بين الشعر والغنى وهو كاتي لدب كامل يقولوا عنه وحي من جن بكل انت كاتي التي تقول قاف والله بيت والله شيء تمني يجيك وتوه ما تعرف قاع من منين جاي وهذا هو الوسام يقولوا عنه واحد من جنبه اللي روايته ما تنفك ولا معروف شيء فوق طور القريحة صحيح وفوق طور الثقافة وثقافة الشعر ذا كامل وفوق طور المعرفة قاع كامل الغريب عندي فيه جبرت فيه عن قد أدرى قاش قاع المغني أمي ما هو مثقف ثقافة عالمة معنى ذاك يدل على أنه مو ترجمة يدل على مو ترجمة وعلى مو سريقة فهمتك ولا هو ما قط قرا كتاب يعود زين حتى هذا مهم يعود باقي معاه هذا مهم للناس اللي ما قنع على ان التوارد خواطر ولو ترجمه ياسر الناس يقول لك هذا لا مغني لكن طشت به عند من الناس وتو به اللي هو الترجمه من اللي خالقه هي قاعد ترجمه خالقه اللي مقصوده خالقه وتقصد كيف هذا اللي يعدل التاهر مختار الحامد رحمه الله عليه وزين حتى درجه منه ما هي غير ترجمه الله سمعته نحن العين عليه ركاتي اللي يخلق فيه يعود قط قال شاعر من القرون يقول واحد قاعد معناه معنا ويقول واحد عنده ثقافة عالية ولا هنا قبل منه قال عربي فايت قال فما وجدوا مسجون بصنعاء عضه فما وجدوا مسجون بصنعاء عضه
بساقيه من صنع القيود كبول. يقول له السياف ولا الحداد اللي يقطع رؤوس الناس، يقول له السياف أنت معذب غداة غد أو مسلم فقتيل بأعظم مني لوعة يوم شاقني فراق حبيب ما إليه سبيل. قال ما جاي والله يا زناقي مول عيال ما عنده كون شياه قلال والله 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 يا راعي مول عيال ما عنده كون شياه قلال وصراف يصرف شي من المال الحد فخبره متغالي ومول فرص خايف من تنشال به اللي من مدرك غالي وقاضي متوحد فنوال قليل وفكتوب وخالي ما هم كيفة محمد فارف تقابل أم المعالي هذا كاتي شبرت من الدين نفس الفكرة والله قال واحد أخر وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بسهم يحل العصمة سهل الأباطح تنائيت عني حين لا لي حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوانح عويشة فال اللي وسات ما يكن بأمر الخاوة حامت بالدلال وخلات بالدلال مع الهاوة هاي هو أقرب شيء جبرته وخالق واحد صاحب القوم فايتين قال له مبارك يا تطشي في السبخة إله السبخة الساحلية ساقته المحمد في هذا طندي عن وخمس إيمان فيها وهو وصلنا ما هو مالح عندهم قاع والسبع أنه وعد حد أعطى خمس إيمان في السبخة اللي أرجع شوي لباس لباس ضحك بعض شوي قالوا له يهو رجع لهم الله بصيفته قالوا له مبارك ما يملا حبان القارح سداب وذارح فوت في سفوت في الملحة خمس عمان ورجع منه ما هو مال هذا يشابه للبيت إن الكبيرة إذا إن الكبيرة إذا تناهت سنه أعيت رياضته على الرواض سداب القارح ذارح قال لي هو اللي هو المهم يوم مقيلي عن داش غيت رايح لقرم جاوي فقتني به قال يوغد شملي الشيخ سيد المختار الكنتاوي والله يا ليت قلوصي عند عزة نفس الشيء بحبل ضعيف برا منها برا منها فضلتي والبراعة اللي قالت زاده نفس الشيء خالق براعة هم تبراع زاده هذا زين به اللي هو 13 قولوا لي 13 متحرك تو والله يا تهتو 5-8 وعد ما اللي احد من حويوص الى بعد الاكثر في عنده 13 يجي في بعد ياسر مش غير هذه انضاط هي مضغوطه ويندار فيها ياسر من المعنى والله وخالقه واحده شافت راشدين قالوا المؤيد جاء الفريق اللي هي فيه وذا قاع كامل كان ما هو قاطع الشل منين مشات ساحل الفريق شافت جمل مقيد قالت جمل المؤيد واجهني ساحر مقيد عرفت بعد عنه لهبات ذاك الفريق اللي هم فيه وهذا كأنه كافي والله كيف قلت لك تبرع كيف قلت لك واللي ساق من الماكن يعايني وصلاه وقتني لبياتك قتلنا ثم لم والله ثم لم يحيينا قتلنا إن لا الله لك 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 قصة بشار بشار ومن برد الأعماء يشوف قاع صاحب أبو الفرج أصبهان كان ظال مع عربي ومعه مغنية اللي هو العربي هذا وهدات عنه لين سكر خلال هالشيء وقالت عنه يقول يوصل للمجلس اللي هو اللي هو فيه نادم سكران ولو خرج شاعر وعنده إحساس قاع ما هو معتاد ولو عنه أعمى قصيدته المعروفة النونية وذات يدل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا إن العيون التي في طرفها حوار بين قوسين قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا ويقول لها فيها باط ياسم الشي زين والله الوقت مات لي ياسر نختار تحكينا نصوص من إنتاجك أنت والله أي غرض لا هنا نقبالك شي من النسيب والله البكاء على الأطلال في بليدين قال لها الشارات 7 كيلوات من الدرع هي اللي شببت فيها وترعرعت وبلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها
خارقين أحراث نعرف كنت نخنبوي فيهم هلت أحراث عند رجال مطابقين تخنبوي مختير بعد الكلمة المشاهدين تخنبوي تنقال للرجال هذا اللي يجي لحدة جفاء الطاب الحريفة يتقذون يتقذون توه يشبرشي فيها طايب تخنبوي عودي يوكل توفي عند وكيل واطي طريقة يعرفوها الناس اللي يعرفوا وكيل لحدش قلت يا هو منين خلط عليهم يا هوالي مات لا تطمسوا مات اللي في لدهم قلت سبحانك يا الحي القهار سبحانك يا الحي الجواد مع ودي الدنيا رد مراد حرث حمدت وبل وتتراب درياح وعاد عليه وعاد عليها غلاء سكي عاد وحال الزايد لا حول ولا قوة إلا بالله الحين نحكي لك طلعت الشارات الأخرى الشارات الأخرى عدتني وخال منهم يوليهم وأنا كنت ساكن فيهم وعدتني وخال من شارقهم وفهم طريق شارق توخال مالك وخال ما بيتوخال والله سبحان الله العظيم من لازمك كان بقى فيك يعني بالشرات استح فيك انت لاكل تعرف يلهيك ما تمنو شي في الشرات خرص عد اللي تيت عليك قاع من الناس مشات وجموع اللهو اللي ذيك فيك كانت تخلق ما تهت تخلق والناس اللي كنت تجيك من كل بلد عنا قفات وكنت الهول الزين وفوذ ليك والبيش عليك يظل بات وكنت من جماعة ما تخلق فيها شبان والشبيبات غير الدنيا باطلة حالة واحدة ما قطهنات سكي سكي حتى لو خلت فقدته يعلب الشرات استحفيك إذا كان ما زهدني فيك ولا هم زهدني في هاليك ذو كياك اللي تعرفك ما أنا الله ويقصرتك ذيك ما قال ما طال يكون زاد غلاك عنك وما زال مغنيك ما زال وحق غلاك إلى ذاك وش قال أنا نختار نجيك انتم ولا لك فيها شاك ولا جوليتك في الوتات مرة والله خلط من حناك لا تتهمي على بالشرات عني بعد سيتك لذاك اسكي الله يمسيه أفهم طلع عن دمبو الذي بدمبو الميداح يرتد علي يا رجوان على بالشرات قال هسا قطع أنا قاعدك والله هو قال يرتد علي يا الجوال عن بالشرات هذا بكاء على أطلال عن بعد مولي وسيد الله يرتد علي يا الجوال عن بالشرات اللي عاد زيرات وعنه ما معتاد الصح فيه وبدأ هذي وإذا كامر طارئ ونزاد ما نبغيه ولا ننفع ولا ما كان ليكون التحياد عنه ما تنقد شيء ومجية فيه بلول الدم غير من آدم شيء ما يبغيه ولا ينفع فيها خير يتم الله حد وقت الدالي الله لسكي في غرض أخر ما هنا كانت ما تفقدت ركاتي ما تفقد شراكاتي فيها ما فهمتش ما هو لك على طلال عادتنا لدينا لدي غالي عفهماتي فهماتي شياتي غير ما يقع فقد مواكاتي إن شاء الله نحضرهم في حلقة أخرى ونعود إن شاء الله لابدنا من تم ونجابه إن شاء الله حقبات إن شاء الله ورانا رابطين باطئك اللي حضروا إن شاء الله تسمح لي بعدنا نحكي الله باطل أنا عرفت واحد من الشعر نحكي بعد أربع أبيات بعض اختم بهم لا في البليدة هذه والله ما يمت بعد ما عطلت محمد قال لح الله كثبانا من الرمل غيرت وهذا قال لم تنص فيه مع يطلع عليه الله لح الله كثبانا من الرمل غيرت نظام أهالي العلب إذ هجروا العلباء أحاطت بدور الحي من كل جانب تهددها بالزحف معلنة حربا وراحت عن الأنوار تخفي بزحفها معالمها شرقا كما فعلت غربا ويمتد رمل النهب والسلب نحوها فطورا ترى نهبا وطورا ترى سلبا اسكي اسكي حتى زاد ولا لا نفس مشاهدين الكرام في كلمة أخيرة والله إن شاء الله ما أنا نختار نعتذر للمشاهدين عن أنت قاعد تعرفون ترى لك أنت دائما الحلقة الثانية ما جاءت وراء الأخرى يغير قاعد يقد عد هذا يشبه المصلحة وتاتيكا بس يعني اللي سجلناه يجبروا واحدين من الوداب أزاد هما طريقهم الله يعدوا حلك إن حاصلينهم وعلى كل حال أنا بعد شاكركم أنتم وشاكركم على داني شيء تفهمكم قاعد لأن تعبوا معي المقابلة
ورهن إشارتكم من أي وقت. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، إلى حلقة قادمة. أشكر باسمكم الأديب الكبير أحمد واللبنو، وإلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.